السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة رؤية المهدي وندم الغرب على ما فعلوه في العرب والمسلمين ودفع تعويضات لهم. أحباب الله، هذه رؤية جتني من أحد الأحبة بالله على اليوتيوب، قال السلام عليكم، ورد عليه السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلمت أن أناس سياح أجانب أعطوني مساعدة مالية وورقية، منهم من يبكي إشفاقهم علي وعلى الناس اللي بجانب الطريق، ولما أردت معرفة ما في جيبي وجدتهم بين العملات عملة عربية لليمن. ما تفسير ذلك شيخنا جزاك الله خيرا؟ أحباب الله، هذه الرؤية واضحة أنه السياح الأجانب يعني بلاد الغرب رايحين يدفعوا تعويض للضرر اللي يسووه للمسلمين والعرب خاصة من دول أوروبا وأمريكا وغيرها بإذن الله عند ظهور الخلافة الإسلامية، لأنه لما لقى في جيبته عملة يمنية، اليمنية بتدل على العملة العربية، يعني العملة الأصلية العربية بتكون معاه زائد العمل الأخرى اللي أعطوها إياها السياح. وهذا اللي تحصل أحباب الله لما كل الدول العربية قوة عظمى، كما صار تعرفوا أحباب الله مع اليهود لحد الآن ألمانيا بتدفع عنهم تعويضات على ادعائهم أنه في 6 مليون قتيل، هم يمكن 100,000 أو 200,000 اللي ماتوا. عشان هيك أحباب الله، إحنا قتل منا ملايين ملايين، دمرت بلاد كثيرة، العراق وسوريا وأفغانستان وبورما، دول كثيرة دمرت من ودنزوش الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. قديش في شهيد في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي مصر وفي فلسطين وفي رايحين يدفعوا كلها غرامات مادية وتعويضات، وهاي بشرى اللهم اجعلها حقا، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.